بسم الله الرحمن الرحيم. أكتفي واقعا بما ألقاه علينا ولدنا عباس، الأستاذ عباس السميع، الذي أتحفنا بكلمة خرجت من قلب يؤمن بالله وبرسوله ويؤمن بقضية وطنه وشعبه ويؤمن بكل المواد والقيم، يؤمن بالحرية والعزة والكرامة. في هذا الظرف العصيب لا أريد أن أطيل عليكم، بل أريد أن أقول هذه الآية وأوصي بها عائلة السميع خاصة وعوائل السجناء وعوائل الشهداء عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون. فها نحن كلنا شرف وعزة وكرامة بأن نقف هذه الوقفة الطاهرة، هذه الوقفة التي هي قطرة بحر من حقوق هذه العائلة المضحية الكريمة الصابرة. أوصيكم أيتها العالية بالصبر والثبات والصمود ومواصلة الدرب، هذا درب ذات الشوكة التي نهجه إمامنا الحسين عليه السلام، والذي أرى قدمه وقدم جسده الطاهر في خدمة هذا الدين وفي خدمة الشرف، سقى شجرة الحرية التي بقيت وستبقى إلى الأجيال فالأجيال والأجيال. بفخر واعتزاز كان يرفع الصيحات التي أعلنها أمام طاغوتية زمانه قائلا: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات.